فمعنى على التليفون دلوقتي الراجل اللي بيبقى مسؤول عن النجاح ده، هو اللي قال لمازن وهو اللي قال لزياد، مش عارف اذا كان هو قال لادهم ولا لا، مش هو اللي دخلك ولا هو اللي دخلك اللعب من الاول؟ كابتن شريف البكري. شريف؟ لا مش هو. كابتن شريف البكري موجود معنا على التليفون، برحب بحضرتك معنا يا كابتن، الف الف مبروك. الله يبارك في حضرتك يا فندم، ازاي حضرتك؟ انا اهلا وسهلا. انا الحمد لله ومبسوط بولادك، ومصر كلها مبسوطه بولادك. انا فخور بيهم يا فندم، والله فخور بيهم جدا ان هم يدخلوا ويحاولوا الانجاز ده. اكيد كان في فتره يعني ترتيب واعداد فتره طويله قوي، صح؟ ده حقيقي، ده حقيقي، مفيش نجاح بيجي من فراغ. صحيح، مظبوط. احنا فعليا يعني طبعا فتره الكورونا كانت فتره صعبه جدا طبعا. كان في فتره اغلاق، احنا كنا شغالين على يعني بالبرامج على الزوم والحاجات دي كلها، شغالين اونلاين مع الشباب في البيت يعني. يعني كان ازاي يعني كنتوا بتعملوا ايه بالزوم والاونلاين؟ ما الزوم بنعمل تدريبات يعني، ما بين بتعملوا تدريب بالزوم؟ الاتحاد كان عامل برنامج كبير مع كل المدربين، ان احنا مثلا عندنا 3 ايام بنعمل نشتغل سلاح مع اللعيبه عن طريق برامج الزوم، بحيث ان هم يكونوا شايفيننا، وبنقدم معاهم برامج، بنقدم معاهم التدريبات بتاعتهم. طبعا بتبقى تدريبات مبسطه، ولكن طبعا عشان اللاعب ما يفقدش التواصل باللعبه يعني. في نفس الوقت برضو في تدريبات خاصه بالاعداد البدني والاعداد النفسي، يعني جميع انواع، كل المدربين وكل الجهاز الفني شغال عن طريق البرامج دي مع اللعيبه في البيت يعني. كله بيفتح في وقت واحد، بيتكلم مع الدكتور اعداد البدني، بيعمل التدريبات الخاصه البدنيه بتاعته، بيعمل التدريبات الفنيه الخاصه بالرياضه بتاعته السلاح يعني. لحد طبعا كلنا كنا مستنيين الفتره اللي هنقدر ان احنا البلد تفتح ونقدر ان احنا نشتغل. اول ما الكلام ده ان شاء يعني بدا في تقريبا في حوالي في اخر شهر 6 اول 7، تم اتخاذ كل الاجراءات الاحترازيه في صاله المركز الاولمبي، واللعيبه كلها كانت طبعا عندها حاله من الاشتياق يعني للعبه، وان احنا نبدا نشتغل. بدانا نشتغل من شهر 7 وما وقفناش الا امبارح او اول امبارح بس. هونج كونج وبولندا وامريكا وروسيا. امريكا هي المصنف رقم 1 صح، روسيا المصنف رقم 3 صحيح. الواحد بيبقى يعني احنا دايما بتكلم عموما، جايز انتوا كناس متفوقين وعارفين انتوا بتعملوا ايه، بتبقوا مختلفين عننا شويه، بس انا دايما بيبقى عندنا خوف ان احنا نقابل المصنف رقم 1 ده، بنبقى قلقانين منه. المصنف رقم يعني بنبقى قلقانين من الناس دي، ونبقى حاسين ان هم عندهم امكانيات اكتر مننا. انت حضرتك كنت حاسس بايه وانت بتجهز الشباب انه يقابل الابطال التانيين دول؟ هو طبعا الموضوع بيبدا من زمان ومن سنين، هو الموضوع ما بداش النهارده في البطوله، هو بدا من قبل كده. طبعا احنا كان عندنا مثلا، هقدر اقول مثلا من اكتر من مثلا 7-8 سنين في خوف كبير جدا من البطولات الدوليه. أيوة. وفي قلق دايما من اللعيبه الدوليه، وبالذات اللعيبه الكويسه، سواء لعيبه الطلاينه الروس الامريكان الحاجات دي كلها. بدانا نعمل يعني نغير الثقافه وهذا الاعتقاد عند اللعيبه، وشويه شويه بنشتغل عليه، يطلعوا بطوله، يبداوا حد يكسب واحد ايطالي، حد يكسب واحد مجري، حد يكسب واحد روسي، حد يكسب واحد ايطالي، يبدا الناس كلها تبدا الدنيا، لا ده احنا ممكن، ده احنا مع طبعا دكتور الاعداد النفسي. كل الكلام ده بنشتغل عليه من زمان قوي، لحد لما في البدايه كانت سنه 2015. يعني حضرتك بتقول لي انه مع مازن ومع زياد مثلا، زياد لسه كان بيقول لي ان هو بدا دخل الصاله لاول مره وعنده 5 سنين، وبدا يلعب وعنده 8 سنين، ومازن بدا وهو عنده 11 سنه. انت كنت حاسس او شايف انه مازن او زياد هيوصلوا للنتيجه دي لما بدات معاهم؟ لا، هو حضرتك بيبقى طبعا انت بيشايف ان قدامك خامه طيبه جدا وماتيريال كويس جدا، ودايما في الاول في السلاح الدنيا ما بتبقاش واضحه قوي، لازم بياخد فتره لحد لما هو بيتحط تحت ضغط معين وستريسز معينه بتبدا تبان فيها الامكانيات، يبان خامه امكانياته بقى كبطل، وبيبان بقى اللي هي الفنيات الصغيره بتاعت السلاح، وان ازاي اللاعب لمسته مظبوطه، بيقدر يختار الزمن المظبوط اللي يعمل فيه الاداء ويعمل فيه اللمسه المظبوطه، عنده سنس يعني بمعنى صح. الكلام ده بيبان مع الوقت، ما نقدرش نحكم عليه من الاول، ولكن احنا اكبر مشكله عقبه كانت بتقابلنا هو ان ازاي لعيبه يبقى عندها ثقه في نفسها وهي نازله تلعب مع اي حد.
اللعيبه اللي عند حضرتك دي البدايه كانت من 2015 زي ما قلت لحضرتك، ميداليه اللاعب محمد عامر في بطوله العالم. أي. ميداليه برونزيه كانت اول ميداليه في تاريخ مصر 2015، يليها كانت بعد ثلاث سنين كانت الميداليه الخاصه باللاعب مازن العربي في 2018 في اولمبياد الشباب 2018. بعد كده اللاعب مدحت معتز 2019 ميداليه برونزيه. بدات السكه بقى، بدا الاتجاه يعني. هي اتفتحت. فاللاعب طبعا ادهم برضو كان بطل اوروبا في 2019 تحت 17 سنه، فهم كلهم لما كله بدا يكسب وكله بدا يجيب ميداليات خلاص الحاجز ده اتكسر. هم النهارده بقى رايحين البطوله دي وهم عايزين يكسروا الدنيا، هو مش فارق معاهم هم هيلعبوا مين. وهم الحمد لله امريكا روسيا مش فارق. وهم الحمد لله فعلا يعني ايه كسروا الدنيا وترجموا مجهودك ومجهود الجهاز الفني والاداري كله. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن شريف، نورتني يا فندم. الله يخليك، سعيد جدا يا فندم بالمداخله دي. اتفضل ادهم.